نروحوا ديريكتومون للفنانه الجزائريه كاميليا وورد. كاميليا اللي كنا جرينا معها اتصال حصري كان قام به زميلنا عصام دهما، وين تكلمت على اقتحامها مجال الاخراج لاول مره، وين صدرت كليب كان من اخراجها، هي اغنيه عراقيه تحت عنوان ماريدك، تصريح ناري كذلك كانت صرحت به كاميليا وورد في هذا الاتصال اللي هضرت على رفضها للمشاركه في الاغاني الجزائريه. علاش؟ نكتشفوا كيف علاش ولا تقولها؟ لا نقولوا بلا نقولوا نزيدوا نكتشفوا، لانه قالت انه ماشي محترمين الناس اللي بعثوها لها ومستواهم دون الصفر. يلا انتبهوا مع بعض. هي قالت خير على الجميع وعلى كل مشاهدين برنامج لايف شهير مع عصام دهمة. أنا بحب أدعمك لأنه بتستاهل وراقي، مع أنه أنا ما بحب الانترفيوهات وبصعوبة عم سجل هاد الفيديو، مش تكبر لكن أنا ما بحبش أعمل انترفيوهات، بحب أشتغل أنزل أعمالي أفضل. كيف كانت أجواء التصوير؟ هو كل شيء أنا بعمله فجأة، هو فجأة فكرت أنه أنا اللي أعمل الكليب، فجأة فكرت بالفكرة، فجأة جهزت جروب عبارة عن كم شخص، أغنية مسجلتها من قبل رمضان، لكن أنا بطبعي معروف ما بحب أنزل أغاني إلا بعد رمضان، لأنه عندي احترام وبقدس الشهر الكريم. هو كل شيء صدفة، فاخترت أنا اليوم اللي نزلنا فيه اللي هو مبارح، ونزلت الأغنية والحمد لله في إجماع كبير على الإعجاب بالصورة والإخراج والأغنية والكلمات واللحن والتوزيع، وهذا اللي أنا كنت بخطط له بما أنه أول إخراج لألي. وحتى مستغربة من شوي وصلتني من فنانين بالوطن العربي، طبعا عم نمزح وهيك، عم يقولوا لي عنا أغاني بليز بدنا إياكي تخرجيها الفترة القادمة، ممكن إذا في شيء أغنية عجبتني انعرضت علي ممكن أخرجها. وعصام أنت سألت وش هي اللهجة العربية اللي حابة نأديها، أنا بأدي كل اللهجات، ما عنديش لهجة معينة، أنا فنانة نجمة جزائرية عربية، يعني فيني أغني كل اللهجات العربية، وإذا وصلتني كلمات جزائرية حلوة أو أغنية حلوة أكيد حعملها، بس للأسف عم توصلني أغاني عربية جميلة رائعة لحن كلمات، بس الأغاني الجزائرية ما عم يعرفوا لا يكتبوا ولا يلحنوا ولا بيعرفوا بالشغل ولا بروفيسيونيل بالشغل. هاي رسالة لكل الشعراء والملحنين في الجزائر، اشتغلوا منيح مشان تعلوا اسم الفن الجزائري، لأنه شغلكم للأسف تحت الصفر. وأنا عم بحكي عن تجربة، لأنه وصلتني أغاني وفي واحدة من الأغاني عجبتني طلعت أوريدي متسماية على فنانة تاني. أنا شوي توترت هلأ لأني ذكرت الموضوع. بليز اشتغلوا على حالكم، اشتغلوا على فنكم مشان تعلوا الفن الجزائري، لأنه بطريقة شغلكم هيك ما حتوصلوا ولا مكان. أنا ما عم بحكي على الإجماع، أنا عم بحكي على البعض، الفئة معينة اللي أنا تعملت معهم مشان أسمع أغاني. ما فيش بروفيسيونال أبداً بالشغل. جمهوري طالب بأغنية ستيل رايك، هلأ كنت عم بحكي على الموضوع، وصلتكم الفكرة بضون. شو جديدك اللي جاي بعد ماريدك؟ قلنا أغنية ماريدك إن شاء الله توصل للمكان اللي أنا متخيلته، للمكان اللي هي بتستاهله. الفن هو حب وعشق، وإن شاء الله أكون شرفت الجزائر، وإن شاء الله حشرفها أكثر وأكثر، وبحبكم وبالتوفيق الجميع. إن شاء الله قريبا بإذن الله تكون عندي حفلات كبيرة بالجزائر وأطلاق الجمهور الجزائري اللي هو ولد بلادي. أشوفكم على خير، شكرا لكم. كاميليا وورد، باي.